حتى نطبق هذا الحديث، ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه. ما كان للدين فذروه، لابد من الصرف أن يكون يدا بيد سواء بسواء. إذا اختلف الجنس، اختلف النوع واتفق الجنس، إذا اتحد النوع لا يجوز إلا يدا بيد سواء بسواء. إذا اختلف النوع لكن جنس واحد يجوز المفاضلة والربح بشرط أن يكون يدا بيد. دينار بذهب هل يجوز المفاضلة؟ يجوز، بشرط أن يكون في نفس المجلس يدا بيد. بينما ذهب أردني مع ذهب سعودي أو تركي لا يجوز المفاضلة. شو الحل؟ أن نبيع هذا الذهب الأردني ثم نأخذ النقد ثم نشتري به ذهبا سعوديا. وطبعا أهل الصاغة يعرفون يعني هذا الذهب، احنا وياه كأنه كله ذهب، لا هم يميزون. أذكر مرة زوجتي جاءها هدية، خاتم من أخيها من الكويت وتكسر وأرادت أن تبيعه، فذهبت لأبيع هذا الخاتم لأحد الصاغة، فعندما أمسك به قال هذا الذهب كويتي، ذهب كويتي، قال أنا مصنع في الكويت. طبعا أنا يعني شايفه ذهب كله، إيه شايفه ذهب، لكن هو مباشرة قال هذا من الكويت. قلت نعم فعلا أخوها يعمل في الكويت وجاء بهدية عندما تزوجت وتعرضت إلى شيء من التلف أو صغر، مش داري إيش السبب اللي باعته وهكذا، وتريد يعني بعد ذلك أن تشتري شيئا آخر أو ما شابه. الشاهد أنه عرف، بل هناك من الصاغة حتى في البلد الواحد إذا أمسك بالذهب علم هذا من مشغل، مشغل عمان ولا مشغل الزرقاء. طبعا هاي صنعة، صنعة فلسنا بصددها الآن حتى نفهم أنه يجوز الشيء. طيب ما هو الشاهد الذي من أجله ساق الإمام البخاري هذا الحديث؟ ما هو الشاهد؟ طبعا مر معنا هذا الحديث سابقا وشرحناه بتفصيل، لكن ما هو الشاهد؟ نعم، ها ما كان يدا بيد فخذوه وما كان نسيئة فذروه.